الحدث ليبيا لحظة بلحظة. قبيلة الفرجان في جدابية تجدد تأييدها للقوات المسلحة. استئناف امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم علمي الدور الأول. إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من العملة الأجنبية من مصر إلى تركيا. بكم إلى نشرة الأخبار من ليبيا الحدث في بنغازي. أصدرت رابطة قبيلة الفرجان في جدابية بيانا أكدت فيه تأييدها المطلق للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، كما أكدت القبيلة في بيانها رفضها للتدخل الأجنبي بأي شكل كان ودعمها لوحدة التراب الليبي. إن رابطة قبيلة الفرجان وهي تجتمع اليوم تؤكد على الآتي: التمسك بوحدة تراب ليبيا الحبيبة والدفاع عنها، دعمها وتأييدها لمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الليبي برئاسة فخامة السيد المستشار عقيلة صالح قويدر، دعمها وتأييدها المطلق للقيادة العامة للجيش العربي الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، نبذها لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب بكافة مسمياته ومكوناته الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا، ورفعها الغطاء الاجتماعي عن كل من يثبت تورطه وانضمامه لأي من الجماعات الإرهابية المتطرفة. تؤكد رابطة قبيلة الفرجان أن أبناءها سيكونون امتدادا لتضحيات الآباء والأجداد، وترفض أي تدخل أجنبي يقترب من حدودها الإقليمية برا وبحرا وجوا، وتقف بقوة أمام كل من يمني نفسه بأحلام العودة للاستعمار من جديد. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يحفظ ليبيا ويمن عليها بالأمن والأمان. والله أكبر، وعاشت ليبيا حرة مستقلة رابطة قبيلة الفرجان. بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير مدينة درنا العميد كمال الجبالي آخر المستجدات بمدينة درنا وضواحيها والوضع الأمني بالمنطقة. هذا وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بشير الأحمر. هذا واستهدف سلاح الجو بالقوات الجوية مقرا لأفراد وآليات للجماعات الإرهابية بوادي النجا والخشخاش بالمدخل الغربي لمدينة درنا. وفدى مراسل قناة ليبيا الحدث أن الجيش الوطني نفذ عملية نوعية استهدف من خلالها آلية وأفراد للجماعات الإرهابية بدرنا. هذا ونوه آمر مجموعة عمليات عمر المختار بالقوات المسلحة على المواطنين وأصحاب المواشي والمزارع ضرورة إخلاء المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب القبة إلى بوابة الحيلة جنوب مدينة درنا كونها منطقة عمليات عسكرية. انطلقت بمدينة بنغازي مظاهرات شعبية حاشدة مطالبة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالتدخل لحل الأزمة الليبية. الزميل محمد العزومي أعد لنا التقرير التالي. إن ما حققه الجيش الليبي وهو يقارع الإرهاب يعد معجزة بكل المقاييس، إذ ما تمت مقارنته بما حققته دول عظمى تعلن أنها في حربها ضد الإرهاب وفي المقابل على الأرض الواقع
نرى الإرهاب في توسع دائم حتى إنه طال أوروبا في عقر دارها. وما أحداث باريس وبروكسل وكاتالونيا الأخيرة ليست ببعيدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المظاهرات الحاشدة التي جاءت من مختلف مدن وقرى ليبيا في ساحة الكيش ببنغازي مطالبة بالمشير حفتر أن يستلم زمام الأمور في ليبيا هو مطلب شرعي بعد أن تعب الليبيين من هرطقات الساسة في حواراتهم المزعومة التي أشبعت الليبيين كذبا بغير وجه حق. المشير أول ركن خليفة بالقاسم حفتر القائد العام لجيش ليبيا اسم تكرر بقيادته للمعركة الشرسة ضد الإرهاب وأنقذ وطنا كان بين السكين والرصاص من أعتى وأشرس تنظيم إرهابي عرف في تاريخ البشرية. هذا اليوم التحمت بعض المدن الليبية في وسط ساحة الكيش ببنغازي ليلتحم الشعب الليبي بالجيش ويعبر عن مدى حبهم وثقتهم في قائده العام المشير حفتر. لن ينسى أهل بنغازي أو المدن الأخرى ما فعلته قيادة الجيش في مكافحة الإرهابيين وعودة الحياة إلى مدنهم وأن تاريخ ليبيا لا ينسى الأبطال والمجاهدين. فعمر المختار ناضل في ظل ظروف مشابهة ضد الاستعمار بعدد وعتاد ضعيف واستطاع أن يكون رمزا حقيقيا لهذا البلاد. والآن المشير خليفة حفتر يعيد كتابة تاريخ نضال الأجداد فهو ورجاله من الجيش الليبي يواجهون أحدى ترسالة إرهابية وانتصروا عليها. محمد العزومي ليبيا الحدث. هذا وهنا آمر المنطقة العسكرية سبها في كلمة ألقاها أمام كافة القوى العمومية للقوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود في نطاق المنطقة العسكرية سبها بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش والذي يصادف 9 أغسطس من كل عام. أهنيكم بتأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس في 1940 كانت بداية لتأسيس الجيش الوطني الليبي. هذا عيد نحتفل به جميعا. ثانيا نشكركم ونقدر حبكم للوطن ووطنيتكم وجمع اليوم جمع يعتبر أفضل جمع لحد الآن. وقال الأمر خلال عملية الجمع أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمر بصرف 5000 دينار لأسر شهداء تحرير سبها مشيرا بأن القوات المسلحة ستتولى الاهتمام بأسر الشهداء نظير التضحيات التي قدموها. القائد العام للقوات المسلحة وافق على صرف 5000 دينار لكل أسر شهيد من شهداء معركة براد وتحرير سبها. وإن شاء الله الشهداء حيتم لهم عناية خاصة وفي أمانة في رقبة كل واحد منهم. أمانة نأمنها الكرم إن أي واحد يعرف شهيد أسرته يعرف أسرة شهيد يجب أن يتواصل معها وينقل لنا مشاكل هذه الأسرة. كل أسر الشهداء أمانة في رقبتنا. أي أسرة شهيد يجب علينا أن نتواصل معها ونحل لنا جميع المشاكل. اليمامة اليمامة أمانة نحطها في رقبتنا وإن شاء الله من نصر لنصر ومن تقدم لتقدم. استلم أمير منطقة سبها العسكرية العميد رمضان البرعسي مقر الشرطة العسكرية من قبل الكتيبة 320 حرس الحدود. هذا ويواصل مركز تدريب سبها تدريب مجنديه والقيام بالجمع في منطقة سبها لشحذ همم الجنود والاستعداد لتلبية أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة لخدمة الوطن في أي وقت. استلم آمر منطقة سبها العسكرية العميد رمضان البرعسي مقر الشرطة العسكرية من قبل كتيبة 320 حرس حدود. كما أشاد البرعسي بدور الكتيبة في حماية الصحراء وتأمين مقار الشركات بالمنطقة. ويواصل مركز التدريب سبها تدريب مجنديه والقيام بالجمع في منطقة سبها لرفع همم الجنود والاستعداد لتلبية أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة لخدمة الوطن في أي وقت. كتيبة 320
20 حرس حدود بارك الله فيهم كلهم افرادهم بامرهم وجنودهم، وان شاء الله يعني ما ننساش هالمواقف النبيله اللي هم داروها ونحتمدوا عليها. وحرس حدود وفي هالصحراء كتيب لها تاريخ وبدت يعني تاريخ نبيل، وحافظت حتى على الشركه، وعندنا معلومات ان الشركه كل حاجاتها قاعده الياتها ودبشة كله قاعد. حيث أقيم جمع كبير خلال اليومين الماضيين إحياء لذكرى تأسيس الجيش الليبي بحضور آمن منطقة سبهة العسكرية العميد رمضان البلعصي، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات جيدة في المرحلة القادمة لبناء الوحدات العسكرية، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل من مديرية أمن سبهة وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى. وأعرب آمر منطقة سبهة العسكرية عن أمله بأن يتعاون المواطنون في المنطقة مع قوات الجيش من أجل الصالح العام، مثمنا جهود أعيان الجنوب في بياناتهم ومطالباتهم للجيش بضرورة تجنيب المنطقة للحرب. لقناة ليبيا الحدث، محمد العزومي. سلمت شعبة التدريب في قاعدة الأبرق الجوية لعدد من ضباط وضباط صف شهادات إتمام دورة مساعد مراقب جوي هذا، وأقامت شعبة التدريب في القاعدة احتفالية بمناسبة إتمام دورة مساعد مراقب جوي لعدد من ضباط وضباط صف في القاعدة بحضور آمر قاعدة الأبرق وأمراء الأجنحة والأقسام في القاعدة. أكدت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات في تقرير لها عن وجود توافق بين مصر وتشاد بشأن الملف الليبي، وذلك عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التشادية أنجمينة. وقالت الهيئة أن الجانبان بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا ومجالات التعاون بينهما، مشيرة إلى أن الجانبان أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مقدراتها ودعم مؤسساتها الشرعية بما يضمن تحقيق عملية السلام بين الليبيين. في الوقت الذي أشهد الرئيس التشادي إدريس ديبي بالعمل القيادي لنظيره المصري على حل الأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط ولا سيما في ليبيا. أصدر أهالي وعيان منطقة المعمورة والمية ومجلسيها البلدي والاجتماعي بيانا استنكروا فيه عملية خطف العاصفة طرابلس. طالت دكتورة وأربع طالبات من منطقة رشفانة أثناء قيامهن بدراسة مشروعهن في جامعة طرابلس، بينهن من ينحدرن من المنطقة. وحمل البيان الصادر برشفانة الجمعة مسؤولية خطف الطالبات لحكومة السراج متسائلين عن حقيقة وجود الأمن والأجهزة المرتبطة في طرابلس، مؤكدين عزمهم اتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل في غلق الطرق والمؤدية للعاصمة ما لم تنفذ مطالبهم بأقصى سرعة. يشار إلى أن العاصمة طرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية تشهد فوضى أمنية عارمة من عمليات قتل وخطف وابتزاز وسرقة نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على الأوضاع هناك. نحن أعيان وأهالي منطقة المعمورة ومجلسها الاجتماعي وعميد وأعضاء المجلس البلدي المائي استنكر عملية الخطف التي حصلت يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017 بجامعة طرابلس في بناتنا الطالبات داخل الجامعة عليه. نحمل المسؤولية التامة إلى رئيس حكومة الإفراق ووزير داخليته وجهته الأمنية التي تتمثل من مركز شرطة الجامعة إلى أمن قوة الردع. وحسب الإعلام أن مدينة طرابلس آمنة وتحت السيطرة الأمنية. أين القوة الأمنية من عملية استضافة طالبات من الجامعة عليه؟ فإن المجلس الاجتماعي وأعيان المنطقة والمجلس البلدي سيتخذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذا الموضوع، وإذا لم يتم الإفراج عن الطالبات وإسراع الحكومة والأجهزة الأمنية وتتخذ الإجراءات السريعة لفك أسر الطالبات سوف نضطر لقبر الطرق المؤدية إلى طرابلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عن استئناف امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم علمي الدور الأول للمواد المؤجلة للعام الدراسي 2016-2017 التي تم تأجيلها الشهر الماضي وستبدأ يوم غد الأحد، وكذلك للمواد التي صدر قرار بإعادتها ستكون في نفس هذا الأسبوع، موضحا لهم بأن سبب التأجيل لمعالجة بعض الأمور الخاصة بالامتحانات التي أدت إلى تأجيلها، وبأن هذا القرار لم يكن الهدف منه إلحاق الأذى بالطلبة والطالبات، وإنما الهدف منه هو إصلاح وضع الامتحانات وللمصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص منوها بأن الامتحانات لن تكون معقدة وستكون في متناول الجميع، متمنيا من لجان الامتحانات والمراقبة بأن تكون في مستوى الحدث.
أعلن على استئناف امتحانات الشهادة الثانوية للقسم العلمي والتي كانت مؤجلة من الشهر الماضي، تكون البداية إن شاء الله غدا الأحد 20/8 على تمام الساعة 9 صباحا، وكذلك المواد التي صدر قرار بإعادتها ستكون في نفس هذا الأسبوع. طبعا في استغل هذه المناسبة لكي أحيي أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات وأتمنى لهم النجاح والتوفيق، وأعتذر منهم جميعا على التأجيل اللي كان لابد أن يتم لمعالجة بعض الأمور الخاصة بالامتحانات. تعرضت عدد من المباني السكنية والمحال التجارية في مدينة العجيلات للضرر جراء الاشتباكات التي شهدتها العجيلات اليومين الماضيين. أوضحت مصادر مطلعة أن أسلاك الكهرباء وأبراج الضغط العالي في المنطقة أصيبت جراء الاشتباكات ما نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي على المدينة لمدة تقارب 11 ساعة. اجتمع آمر منطقة بنغازي العسكرية اللواء عبد الملك العوكلي الخميس مع مدير شركة الكهرباء صلاح العبار لبحث أوضاع الكهرباء، وأفاد مراسل قناة ليبيا الحدث أن الاجتماع ناقش أسباب انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال خلال الفترة الماضية في مدينة بنغازي. من جهته أوضح العبار أن طرح الأحمال كان نتيجة ضعف خطوط الإمداد وعطل في الوحدة الأولى والرابعة، مضيفا أنه تمت معالجة العطل. قام عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار بجولة داخل الصابري وسوق الحوت لمتابعة سير عمل الشركات القائمة على إزالة مخلفات الحرب وفتح المسارات وإعادة الكهرباء إلى والصرف الصحي. التقرير التالي والتفاصيل. في إطار الزيارات المتتالية لبلدية بنغازي من أجل الوقوف على سير الحياة داخل المدينة، قام عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار بجولة تفقدية داخل منطقتي الصابري وسوق الحوت. الجولة جاءت لمتابعة سير عمل الشركات القائمة على إزالة مخلفات الحرب وفتح الطرق وإعادة الكهرباء والصرف الصحي. وعقب الجولة كان هناك اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري وأعيان وسكان المنطقة لمناقشة آلية العمل لعودة الخدمات التي انهارت جراء الحرب. المستشار عبد الرحمن العبار بدوره دعا سكان الصابري إلى تكثيف جهودهم من أجل النهوض بالمنطقة وعودة الحياة إليها في ظل غياب الدعم المادي وتأخر الميزانية المخصصة لمدينة بنغازي. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث. قال منسق الإعلام بالمنطقة الشرقية للشركة العامة للكهرباء محمد الزوي إنه تم شحن محطات جهد 66 و 31 من مخازن الشركة العامة للكهرباء إلى بنغازي والمنطقة الشرقية لتركيبها في المحطات المتضررة في المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية والتكفيرية الأعوام الماضية. هذا وبدت الحياة اليومية الطبيعية تعود للمناطق والشوارع التي تم تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية عقب تحرير القوات المسلحة وإعلان تحرير كامل بنغازي. اجتمعت مصلحة الموانئ والنقل البحري في مدينة شحات مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، وذلك للاطلاع على نتائج عمليات مسح ميناء بنغازي البحري. هذا وأكدت شركة القطر والإنقاذ أنها ستباشر تنفيذ عملية الانتشال ورفع العوائق حتى يعود ميناء بنغازي لاستقبال السفن التجارية للمساهمة في رفع معاناة المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية. ويذكر أن الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية هي شركة عامة تم تكليفها في شهر يوليو الماضي بتنظيف ميناء بنغازي البحري. أكد مركز الجمارك بمطار مصر الدولي إحباطه محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأوروبية يورو إلى تركيا، وذلك بالتعاون مع وحدة التفتيش الآلي والمباحث العامة في المطار، حيث تم ضبط 4 حقائب كان المهربون يسعون لتهريبها دون تفتيش على متن طائرة الخطوط الإفريقية القاصدة إسطنبول. فبعد التفتيش الآلي اتضح أن الحقائب تحتوي على عملة أجنبية، هذا وتعادل هذه القيمة من العملة أكثر من 42
مليون دينار ليبي، وذلك بحسب سعر صرف عملة اليورو بالسوق السوداء في ليبيا. قال رئيس لجنة رعاية موسم الحج في بنغازي إن أول دفعة لحجاج بنغازي والبالغ عددهم 250 حاجا وحاجة وصلت إلى مطار جدة، مضيفا أن صباح الجمعة غادرت الدفعة الثانية من الحجيج. وفيما يخص المصروفات الخاصة بالحجاج، أوضح بورشاحة في تصريحات إعلامية أن لجنة رعاية موسم الحج لهذا العام ساهمت في دفع نصف القيمة فقط إلى جانب القيمة التي دفعها الحاج، مشيرا بأن مصاريف الحجاج ستكون على حسابهم الخاص. هذا وكان أول فوج لحجاج بيت الله الحرام غادر فجر الخميس من مطار بنينة إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية في أولى رحلات أفواج الحج لهذا العام. ووضح المكتب الإعلامي لمطار بنينة الدولي أن رحلات حجاج بيت الله الحرام ستتوالى حتى 26 من أغسطس الحالي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حملة قناة ليبيا الحدث بنغازي أجمل تكثف الجهود لعودة الحياة إلى المدينة. لا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أهلا بكم من جديد. أقامت جمعية منتجو الحبوب في مدينة فزان اجتماعا طارئا لمناقشة سبل تطوير إنتاج الحبوب في ليبيا بحضور آمر منطقة سبها العسكرية. كما أقيم خلال الاجتماع تكريم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري على دوره في دعم قطاع الزراعة وتوفير التسهيلات للمزارعين. أتمنى منهم الكثير فيما يتعلق بتطوير ومد يد العون للمزارعين اللي الحقيقة يعانوا من مشاكل كثيرة، منها الأسمدة والمضخات وكل المعدات الزراعية اللي تتمكن من إنتاج حبوب لليبيا والسلة الغذائية. وإن شاء الله نكون بهذا العمل نصل إلى إنتاج زراعي وموسم زراعي جيد. اجتماع اللجنة التسييرية لجمعية منتجي الحبوب فزان، اجتماع طاري، ومن ضمن الاجتماع تكريم محافظ مصرف ليبيا البيضاء ومحافظ وعلى رأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي على المجهودات وعلى وقوفهم معنا بفتح الاعتمادات لإيصال الأسمدة بالأسعار والمضخات بالأسعار المناسبة بالسعر المناسب. عقد عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار اجتماعا مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي. هذا وتم خلال الاجتماع أخذ الإجراءات الفورية اللازمة لصيانة شبكة الصرف الصحي بمنطقة الكيش أو ما يعرف بالمربع السكني القيروان، حيث تكفلت البلدية بتغطية كافة المصروفات لتنفيذ أعمال الصيانة، وستباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمالها اعتبارا من الأسبوع القادم. يأتي ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها عميد البلدية لمنطقة الكيش على ما يعانيه سكان هذا المربع السكني من أضرار بيئية ناتجة عن طفح مياه الصرف الصحي. هذا وأبرم عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع ممثل منظمة أكتد الفرنسية لتحسين المؤسسات والخدمات المحلية. التفاصيل مع صالح العيش.
عقد أمس الأربعاء اجتماع ضم عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار مع ممثل منظمة أكتد الفرنسية، أبرم خلاله مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتحسين المؤسسات والخدمات المحلية وتوحيد جهود الجهات الفاعلة النشطة في إدارة عملية إعادة الإعمار. من خلالك هذه المؤسسة التي بادرت بالحضور إلى بنغازي للمساهمة فيما يمكن أن تساهم به في أعمال إنسانية، سوف تكون محل تقدير واحترام من قبلنا ومن قبل أهلك في مدينة بنغازي. تركز الاتفاقية على توفير الدعم والمساندة وتوفير الخبرة وتعزيز قدرات منظمة المجتمع المدني والإدارة المحلية. إعادة الإعمار وبالشراكة مع أقليم إيميليا رومانيا، هذا أقليم في شمال إيطاليا. طبعاً ليش الأقليم هذا بالذات؟ لأن تأثر بهزة أرضية في 2012 وترتب عليه أكثر من 120. كما تهدف مذكرة التعاون إلى وضع مبادئ توضيحية بين منظمة أكتد وبلدية بنغازي وجامعة بنغازي والهيئة الليبية للإغاثة ومركز بنغازي الطبي. استلم مركز بنغازي الطبي شحنة من المستلزمات الطبية تم إرسالها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الشحنة تحتوي على تغذية وأسلاك جراحية ومواد مخدرة، وبحسب تصريح المسؤول الإعلامي لمكتب اللجنة الدولية بنغازي أن الدعم المقدم لمستشفى بنغازي الطبي جاء لظروف التي يمر بها المركز الطبي من نقص في المستلزمات، مشيرا بأنها ليست الشحنة الأولى التي تقدمها لجنة الصليب الأحمر لمركز بنغازي الطبي. عقد في مدينة الكفرة الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول للبيئة وتنمية المجتمعات الصحراوية، لنتابع. تستعد كلية الأدب والعلوم بجامعة بنغازي فرع الكفرة لتنظيم المؤتمر العلمي الأول للبيئة وتنمية المجتمعات الصحراوية، وذلك برعاية جامعة بنغازي. المؤتمر العلمي الذي سيقام خلال الفترة ما بين 24 إلى 26 سبتمبر المقبل، والذي يعتمد على حزمة من المحاور. هذا المؤتمر جاء في حقيقة الأمر ليتناول مواضيع مهمة جدا حول تنمية المجتمعات الصحراوية سواء كانت الكفرة أو كانت أي مدينة أخرى من ليبيا. قدمت إلينا حتى الآن أكثر من 100 بحث على هيئة ملخصات تم مناقشتها من خلال اللجنة العلمية. ويهدف المؤتمر العلمي الأول إلى تقييم الآثار البيئية للنهر الصناعي على المخزون المائي في الجنوب الليبي، والتأكيد على دور المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بالدراسات وتقديم المشورة لمتخذي القرار في المواضيع ذات العلاقة، ويكون عن طريق إنشاء قاعدة بيانات بالخصوص. هذا المؤتمر العلمي له أهمية كبيرة للمنطقة وللجامعة، لأنه يتطرق إلى دراسة العديد من المجتمعات البيئية التي لها دور كبير في المجتمع. هذا المؤتمر صرح علمي كبير نتطلع إلى تقديم فيه العديد من البحوث من علماء وبحاث من مختلف أنحاء ليبيا. الاجتماع التحضيري الثالث للمؤتمر يهدف إلى تنسيق الجهود لإنجاحه ورصد الورقات العلمية. يتم بالتحديد عرضها في المؤتمر فيما يتطلب من أقوى الباحثين تقديم بحوث كاملة قبل يوم 31/8/2017، على أن يكون المؤتمر في 24/7/2017. من خلال الملخصات التي وصلتنا تبين أن هناك العديد من الأبحاث ذات الأهمية القصوى. المؤتمر العلمي يهدف أيضا إلى حصر الموارد الطبيعية المتاحة في المناطق الصحراوية وتوضيح كيفية استثمارها والاستفادة منها وإدراك المخاطر الناجمة عن الاستغلال المفرط للمواد الطبيعية والتركيز على إدارتها وتوظيف مصادر الطاقة البديلة المتاحة في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات الصحراوية والتركيز على التنمية المستدامة والدراسات الاجتماعية ومواجهة التغيير المناخي في الأراضي الصحراوية.
ما بعد تحرير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية، تكاثفت الجهود داخل المدينة من أجل إعادة إحيائها. من هذا المنطلق نظمت قناة ليبيا الحدث حملة بنغازي أجمل. صفاء الحاسي والتقرير التالي. من منطلق المسؤولية التضامنية لأبناء بنغازي بكافة شرائحهم، نظمت قناة ليبيا الحدث حملة بعنوان بنغازي أجمل، تهدف من خلالها لإحياء شوارع مدينة بنغازي. الحملة تضمنت في أيامها الأولى كنس الشوارع وتنظيف الأزقة وطلاء الأرصفة، حيث انطلقت من ساعات الصباح الأولى حتى المساء بمشاركة شباب المدينة وموظفي قناة ليبيا الحدث، وتستمر حتى استكمال عمليات النظافة في كافة شوارع بنغازي. بنغازي أجمل تقودها قناة ليبيا الحدث من إدارة وموظفين، إيمانا بحجم المسؤولية التي تقع على كاهل المؤسسة الإعلامية، كونها سلطة رابعة واجبها الاجتماعي يوازي الواجب المهني والإعلامي. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث. وصلنا إلى الختام، وأبرز ما جاء في النشرة هو قبيلة الفرجان في جدابية تجدد تأييدها للقوات المسلحة. استئناف امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم علمي الدور الأول. إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من العملة الأجنبية من مصر إلى تركيا. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع قناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه.